وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون محرضين إياه على موسى ومن معه من المؤمنين: أتترك يا فرعون موسى وقومه لينشروا الفساد في الأرض وليتركك أنت وآلهتك ويدعو إلى عبادة الله وحده؟ قال فرعون: سنقتل أبناء بني إسرائيل الذكور ونستبقي نساءهم للخدمة وإنا مستعلون عليهم بالقهر والغلبة والسلطان. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال موسى موصيا قومه: يا قوم، اطلبوا العون من الله وحده في دفع الضر عنكم وجلب النفع إليكم، واصبروا على ما أنتم فيه من الابتلاء، فإن الأرض لله وحده وليست لفرعون ولا غيره حتى يتحكم فيها، والله يداولها بين الناس حسب مشيئته، ولكن العاقبة الحسنة في الأرض للمؤمنين الذين يمتثلون أوامر ربهم ويجتنبون نواهيه، فهي لهم وإن أصابهم ما أصابهم من محن وابتلاءات. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال قوم موسى من بني إسرائيل لموسى عليه السلام: يا موسى، ابتلينا على يد فرعون بقتل أبنائنا واستبقاء نسائنا من قبل مجيئك إلينا ومن بعده. قال لهم موسى عليه السلام ناصحا لهم ومبشرا بالفرج: لعل ربكم يهلك عدوكم فرعون وقومه ويمكن لكم في الأرض من بعدهم، فينظر ما تعملون بعد ذلك من شكر أو كفر.